الاختبار النهارده كده. قبل ما نبدا كده في ثلاث اسئله مهمين بس اكتبوا بقى في الهامش كده محطوط ده قلت عليهم الحصه والتصوير وكده. في سؤال يقول لي لو انا عندي اثنين لاكتيت هحولهم لجلوكوز وهسالكم السؤال ده وانتم كنتوا عاوز اجابه. اثنين لاكتيت بيتحول لجلوكوز بستخدم كام اي تي بي او كام هاي انرجي فوسفيت بول بستخدم سته. طيب السته دول جم منين؟ خليك معايا خليك معايا وركز عشان نفهم القصه دي. السته دول جم منين؟ بص بقى اول حاجه اللاكتيت ده بصوا انا مش بقى بصوا على الدهن ونبدا نتكلم. اللاكتيت ده بيتحول لبايروبيت. البايروفيت ده بيتحول لحاجة اسمها أوكسالو أسيتين. احنا قلنا الكلام ده لو تيجي على المعادلة اللي انت حفظتها في تحويل البايروفيت لأوكسالو أسيتين بينزيم اسمه بايروفيت كاربوكسيليز قلنا لازم نستخدم اي تي بي وتتحول لاي دي بي زائد انورجانيك فوسفين. طيب يبقى دي أول اي تي بي استخدمناها. بعد كده قلنا الاوكسالو اسيتيت ده بيتحول لحاجه اسمها فوسفو اينول بايروفيت. لو تفتكر كده على السهم بتاعها كنا بنقول الاوكسالو اسيتيت ده ما فيهوش فوسفيت وده اسمه فوسفو اينول بايروفيت فيه ايه؟ فوسفيت. وكنا بنجيب الفوسفيت ده من حاجه اسمها جي تي بي ونحولها لجي دي بي وناخد منها الفوسفيت بتاعها. طيب الفوسفو اينول بايروفيت ده كان بيرجع تاني بالخطوات الريفرسبل اللي هو زي الكينوليز كده يبقى اسمه 2 فوسفو جليسريت اللي هي خطوات الجلايكوليسيس العاديه اللي احنا كنا بنعديها ما بنكتبهاش عشان نحفظها. وال 2 فوسفو جليسريت ده كان بيتحول بحاجه اسمها ميوتيز لحاجه اسمها 3 فوسفو جليسريت والماكس جلايكوليس. وال 3 فوسفو جليسريت ده كان بيتحول لحاجه اسمها 1 ثلاثة بس فوسفو جليسريت. والواحد ثلاثة بس فوسفو جليسريت دوت بيتحول لحاجة اسمها جليسرال هايت 3 فوسفيت. لو انت بصيت لها من هنا هتلاقيك حافظها جليسرال هايت 3 فوسفيت كان بيديها هيدروجينيز وبتدخل الانورجانيك فوسفيت مع الناد والناد اتش بلس اتش كان بيبقى واحد ثلاثة وبعد كده بنشيل الفوسفيت ده فيبقى 3 وبعد كده ننقل الفوسفيت ده يبقى 2 وبعد كده نشيل ميه يبقى فوسفو ينول بايوبيت وبعد كده في الاخر كان بيتحول لبايوبيت. يعني الحته اللي انت حافظها كويس قوي بس في ده بالعكس ممكن تبقى ملخبطاك ولا حاجه. يبقى انا جبت الفوسفو ينول بايوبيت 2 3 كل ده كان خطوات الريزم والجلايكوليسيس كنا بنعديها يعني. طيب الخطوات دي يهمني فيها ايه؟ يهمني فيها اهو بص كده 3 فوسفو جليسرين بقى ايه؟ بقى 1 3 فوسفو يعني جبت ايه؟ لان انا كنا بنقول هنا في كاينيز ريفيرسبل لو تفتكروا يعني معناها ان انا خدت الاي تي بي حولته لاي دي بي. لما كنا بنبقى ماشيين في الجلايكوليسيس كنا بنقول الخطوه دي بتدينا اي تي بي بتدينا اي تي بي لان انا كنت بشيل الفوسفيت دي احطها على اي دي بي تبقى اي تي بي. بس لو انا جاي بقى من الجلوكونيوجينيسيس من ورا يبقى انا هستهلك ايه؟ اي تي بي. فدي واحده كمان. طيب وبعدين وصلت لحاجه اسمها جليسرول دايت فوسفيت خلاص هقف كده هقف كده. يبقى انا دلوقتي اللاكتيت الواحد الواحد لاكتيت عشان يتحول لجليسرال دهايد فيه فوسفين استهلك طاقه قد ايه؟ عدوا معايا كده ادي واحد هي دي وحشه ما هو الجي تي بي هو دي تي بي صح احنا قلنا نفس الطاقه ادي 2 ادي ايه؟ 3. يبقى انا دلوقتي كل لاكتيت كل لاكتيت عشان احوله لجليسرال دهايد فيه فوسفين لاكتيت الواحد استهلك كام؟ هقول له استهلك 3. طيب لو انا عندي لاكتيت تاني جبت بقى لاكتيت تاني اهوت كمان لاكتيت خلاص واحد كمان واحوله لي جليسرال دهايد تري فوسفيت هاخد اللاكتيت ده احوله كمان جليسرال دهايد تري فوسفيت يبقى كام؟ ها؟ يبقى 3 كمان نفس المعدات دي يبقى كمان 3. يبقى انا عندي اللاكتيت ده اتحول لجليسرال دهايد جاب 3 استهلكت 3 واللاكتيت ده استهلك 3 يبقى انا في الاخر وصلت لكام جليسرال دهايد تري فوسفيت؟ 2 صح كده؟ ماشي. واحد من الاثنين دول هحوله لذهب، بص
يبقى انا عندي جليسرال دهايد فيوسفين كمان اهو. جليسرال دهايد فيوسفين. انا كده عندي واحد جاي من اللاكتين والتاني جاي من اللاكتين. ينفع تحول واحد فيهم لذهب بخطوه يابزه وانت عارفها؟ ينفع احول دي لذهب. داي هيدروكسي اسيتون فوسفين. بتستهلك طاقه؟ لا. طيب هو احنا قلنا ان الجليسرال دهايد فيوسفين مع الذهب ممكن يتحدوا مع بعض كده الانزيم الريزابول اسمه اطوليز ايه ويدي حاجه اسمها فاركوز 1 6 بيسفوسفين. هو انا ممكن ارجع منه للجلوكوز من غير ما استهلك طاقه؟ يبقى انا كل اثنين لاكتيت بيدوني جلوكوز وبيستهلكوا طاقه قد ايه؟ اقول قدامي والله كل لاكتيت على ما يتحول لجليسرال دهايد فيوسفين بالمعدلات واضحه قدام اهو. كل واحد فيهم قال لي ده استهلك ثلاثه وقد استهلك ثلاثة. بقى عندي جليسرال دهايد فوسفيت وجليسرال دهايد فوسفيت احول واحد فيهم لذهب واكمل المعدات اللي انا عارفها. يبقى ما يسالني يقول لي ليه الاثنين لاكتيت بيدوا خلاص او عشان يدوا واحد جلوكوز يستهلكوا سكه؟ اقول له معادله البيوبيت لوكزام اسيتيت لوكزام اسيت فوسفوينون بيوبيت والثلاثه فوسفو جليسيريك لواحد ثلاثه. ادي دول كده ثلاثه اي تي بي. دول بتوع لاكتيت وكمان ثلاثه زيهم بتوع كمان لاكتيت لغايه ما اوصل للجليسرال دهايد والذهب يتحولوا بعد كده لايه؟ للجلوكوز. فيها مشكله دي؟ نيجي للسؤال الثاني. ليه عندنا لو جينا في حاله زي الفراك كاينيز فانا ما بزعلش خالص. حاله زي الفراك كاينيز دوت وفي انزيم ثاني كان اسمه البوليز بي. الفراك كاينيز ده احنا قلنا لو حصل فيه ديفكت خليك معايا بقى لو حصل في الفراك كاينيز ده ديفكت هيطلع حاجه اسمها اسينشال فراكتوزول. وقلنا دي حاجه كده مفيش غير ان الفراكتوز بيعمل شويه في الدم فراكتوزيميا وبعد كده ينزل في اليوم. اما الالدوليز بي ده لو حصل فيه ديفكت دي كيس مهمه جدا اسمها هيريديتري فراكتوز انتوليرانس او اسمها فراكتوز انديوسد هايبو جلايسيميا. ركز معايا كويس. وقلنا العيان هنا دخل في هايبو جلايسيميا فظيعه جدا وعشان كده الكيس دي مهم قوي. والعيان ده ما دخلش في هايبو جلايسيميا. مع ان القانون اللي انا قايله لك كان بيقول كده. كان بيقول ان الجالاكتوز او الفراكتوز لو زادوا هيقل الجلوكوز في الدم والعيان يخش في هايبوجلايسيميا نتيجة إن الجلاكتوز والفراكتوز دول بيعملوا انهبيشن لإنزيم مهم بقى خدناه الحصة اللي فاتت اسمه جلايكوجين فوسفوليوليز. يوقفوه الإنزيم ده فالإنزيم ده ما بيديش جلوكوز. صح كده؟ زي ما قلته ده كل كام ده قلته. السؤال كان إيه بقى؟ الفراكتوكاينيز ده بيحول إيه؟ بيحول الفراكتوز ليه بقى؟ ها؟ لحاجه اسمها فراكتوز 1 فوسفيت. وبعدين الفراكتوز 1 فوسفيت ده بالالدوليز بي بيتكسر بعد كده لحاجه اسمها ايه؟ ذهب وحاجه اسمها جليسرال دهايد 3 فوسفيت او جليسرال دهايد بس اسف. طيب بص معايا هو القصه في ايه اصلا؟ انا دلوقتي لو وقفت الانزيم ده وقف ايه اللي بيحصل؟ يقول لي الفراكتوز ده بيعلى صح ولا غلط؟ صح صح كده؟ الفراكتوز ده بيعلى. طيب الفراكتوز لوحده تأثيره ضعيف جدا 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 على الجلايكوجين فوسفيت يعني كفراكتوز كده تأثيره ضعيف. بيعمل انهبيشن هو نفسه الستريك انهبيتور للانزيم ده يعني هو نفسه بيوقف الانزيم ده بس بنسبه قويه ولا بنسبه ضعيفه؟ بنسبه ضعيفه. طب جميل ماشي. امال لو الانزيم ده اشتغل يقول لي هيحول الفراكتوز لايه؟ لفراكتوز 1 فوسفيت. كويس. وبعدين هوقف بقى الانزيم ده يقول لي طب ما الفراكتوز 1 فوسفيت هيفضل زي ما هو مش هيتحول لحاجه مش هستفيد بيه صح كده؟ انت واخد بالك ان انا كده بعمل حركه جميله او عارف انا بعمل ايه؟ بستهلك الفوسفيت اللي في جسمي على ما فيش. تاني عارف بعمل ايه؟ باخد الفراكتوز احط عليه فوسفيت واسيبه.
الفوسفيت ده ما بيرجعليش تاني، فاهم؟ ما بستفيدش بيه تاني لان هو فاضل اسمه ايه؟ ها؟ فركتوز واحد فوسفيت، لان الخطوه اللي بعدها وقفت. وبعدين الفركتوز يتحول لايه؟ ها؟ لفركتوز واحد فوسفيت، الفركتوز يتحول. يبقى انا كده في الخطوه دي لو انا عمال انا مشغل الخطوه دي بس ومش مشغل اللي بعدها، انا بعمل كده حاجه اسمها ايه؟ ها؟ اكتبها عندك، اسمها يوتيلايزيشن اوف الفوسفيت. وما تنساش ان الخطوه دي بتحصل في الليفر، انا قلت الكلام ده، قلت عشان دي جلوكونيوجينيسيس في الاخر، فدي بتحصل في الليفر. يعني حضرتك كل وظيفتك دلوقتي لو انت عمال تشغل الخطوه دي وموقف دي، عمال تعمل ايه؟ تستهلك الفوسفيت اللي في الليفر. تقول لي طب وايه يعني؟ اقول لك جميل قوي، هو الجلايكوجين فوسفويوليز ده محتاج فوسفيت ولا بيشتغل بالميه؟ انا قلت الحصه اللي فاتت ده اهو، وهو بيكسر الجلايكوجين عشان يطلع منه جلوكوز، بيحتاج هو كمان فوسفيت ولا مش محتاج؟ قال له محتاج، لانه بيطلع جلوكوز ايه؟ واحد فوسفيت. فيقول لك اللي بيحصل ببساطه ايه؟ ان انا كنت ما شغل الخطوه دي من غير ما استفيد بيها، يعني من غير ما يرد لي الفوسفيت في الاخر، بس الفوسفيت من الانزيم اللي اسمه جلايكوجين فوسفوليز، بعمل يوتيلايزيشن اوف الفوسفيت اللي في الليفر. كل شويه عمال اخد فوسفيت، طب وبعدين مش هستفيد بيه، اخد فوسفيت مش هستفيد بيه، يبقى انا عمال اعمل يوتيلايزيشن للفوسفيت وانا الجلايكوجين فوسفويوليز محتاجه، فيبقى الانهبيشن اكتر اشد. يبقى لما يسالني يقول لي ليه الانزيم الاولاني تاثيره على الجلايكوجين فوسفويوليز ضعيف والانزيم الثاني تاثيره اقوى؟ اقول له الاولاني كل اللي عمله ان هو علل الفركتوز شويه بس، لا جه ناحيه الفوسفيت ولا قرب منه. او الفركتوز ده او الجلاكتوز تاثيرهم ضعيف على الجلايكوجين، بيعمل انهبيشن بس حاجه كده ايه بسيطه. لو انا سبته يشتغل، يعني لو ده اللي موجود والمشكله في ده، يبقى انا عمال احول كل الفركتوز اللي عندي واحد فوسفيت، واحد فوسفيت وخلاص. يبقى انا عمال اعمل يوتيلايزيشن للفوسفيت اللي انا اساسا محتاجه عشان الجلايكوجين فوسفويوليز. فيقوم الجلايكوجين فوسفويوليز يقف لانه مش لاقي الفوسفيت اللي بيشتغل بيه. فاهم القصه دي؟ عشان كده المره اللي فاتت في الجلاكتوزينيا كان انهي انزيم اهم؟ الاولاني ولا الثاني اللي بيأثر اكتر؟ اقول له ده كان الجلاكتوكينيز 10% بس اللي هو زي ده، وكان اللي بعديه اللي هو بقى اليوريدايل ترانسفيريز كان كام؟ اقول له 90% اللي هو ده. خلاص كده؟ يبقى دايما الانزيم الاولاني مش مهم والانزيم الثاني مهم، لان الانزيم الثاني هو اللي بيوتيلايز مين؟ ها؟ اما يقف يبقى انا كده بعمل يوتيلايزيشن اوف الفوسفين. طيب نيجي على السؤال الثاني، خلي بالكوا الاسئله دي كلها مش مكتوبه عندكم. يعني حاجة احنا هناخد في المنهج حاجة كتير قوي اسمها جينيتك ديزيزز. السنة دي هنعرف جينيتك ديزيز كتير قوي. الورقتين الكلمة الشوية اللي انا هكتبهم دول حاجة هتبيضهم عندك في ورقة، هيفضلوا معاك لغاية سنة خمسة. في تانية وفي تالتة وفي رابعة هتفضل تتكلم على جينيتك ديزيز مش عارف يعني ايه، لغاية ما يشرحوها لك في الآن خالص في سنة خمسة. فالورقتين دول مصطلحات كده عشان تفهم لما تيجي تقرا اي جينيتك ديزيز، معلش دي في مكتبك كده معاك لغايه سنه خمسه. طيب جينيتك ديزيز يعني ايه جينيتك ديزيز؟ يقول لي يعني امراض وراثيه. لو نفتكر احنا السنه اللي فاتت كان عندنا كروموزومز كده، وكان الكروموزومز دول 23 بير 22 وحاجه اسمها اكس اكس، او في واحد تاني تبقى اكس واي. اي خليه فيها 22 بير في الكروموزوم لوحدهم، وبعد كده البير الاخراني يا اما اكس اكس يا اما يبقى ايه؟ اكس واي. ال 22 دول هم اللي بينقلوا كل الصفات الوراثيه اللي عندنا، طولك ولونك وشعرك وعامل ازاي وبتاع كل ده، كل وكل الانزيمز والبروتينز كل ده في ال 22 اللي فوق. والاكس اكس والاكس واي دول مسؤولين عن السكس، فعشان كده بيسموا البير ده 6 كروموزوم. 6 كروموزومز. طيب امال بيسموا ال 22 دول ايه؟ بيسموهم اوتوسومال عشان بيعملوا حاجه اسمها الاوتوسومز اللي هي بقيه خلايا الجسم كلها، الليفر بقى والكدني والسكن والبون كل ده اسمه اوتوسومز. فبيسموا ال 22 دول اوتوسومال كروموزومز. يبقى انا عندي كام نوع من الكروموزوم؟ كام شكل جوه الخليه؟ اقول له عندي اوتوسومال اللي بينقلوا كل الايه؟ الصفات الرئيسيه بتاع الجسم كله بتاع الاوتوسومز، وعندي السكس كروموزومز اللي هم اكس اكس او اكس واي دول بتوع السكس ايه؟ سيلز. طيب المرض الوراثي ده بيتنقل على الكروموزوم من دول.
يعني يبقى جين فيه مشكله في الاب، فلما يتنقل يتنقل الجين دوت غلط للابن، فالمرض الوراثي اللي عند الاب يبقى اتنقل عند الابن، يبقى الجينيتك ديزيزز دول بيتنقلوا على الكروموزومز دي. فقال لي طب سهله كده، يبقى الجينيتك ديزيزز نوعين كبار، لو الجين اللي بايظ في واحد من ال 22 دول نسمي الجينيتك ديزيز اوتوسومال. لو هو الجين اللي فيه مشكله على واحد من ال 22 اللي هم اسمهم اوتوسومال، نقوم نسمي الجينيتك ديزيز نفسه ايه؟ ها؟ اوتوسومال ديزيز. اما انا اجي كده اوتوسومال معناها ايه بقى؟ اقول له معناها ان الجين اللي فيه مشكله واتنقل من الاب للابن او من الام للابن موجود في واحد من ال 22 دول. طب جميل، امال لو الجين اللي بايظ موجود على السكس كروموزومز؟ تقول لي هو بيبقى فيه حاجه موجوده على الجينات موجوده على السكس كروموزومز اللي بتاع 6؟ اه، بس بتبقى موجوده على الاكس اللي هو موجود في الاثنين، الواي ده ما عليهوش. هتعرف بعد كده هو عليه بس حاجه بسيطه كده، يعني ما تاخدهاش كده كلمه مصدقه، ما لكش دعوه يعني. المهم الاساس مين؟ الاكس ده. فلو الجين اللي بايظ موجود على السكس كروموزومز انا كان بقى اسميه ايه؟ اسميه اكس لينكت ديزيز. يعني ديزيز الجين بتاعه موجود على الاكس كروموزوم سواء في الميل او في الفيميل. يبقى انا لما اقول لك ايه هم الجينيتك ديزيزز تقول لي نوعين كبار اسمهم ايه بقى؟ ما يسالش طول السنه بقى اسمهم ايه؟ ها؟ اوتو، قول معايا بقى ها؟ اوتوسومال، والنوع الثاني اسمه اكس لينكت. لما اوتوسومال ديزيز معناها ايه؟ انا فهمت ايه؟ ان الجين اللي فيه مشكله واتنقل من الاب للابن موجود على واحد من ال 22. ولما اقرا اكس لينك معناها ايه؟ الجين اللي فيه مشكله واتنقل من الاب للابن موجود على الاكس كروموزوم، سهله كده؟ طيب. وبعدين نرجع نقسم دول نوعين ونقسم دول نوعين. انتوا كلكم خدتوا حاجه اسمها سائد ومتنقل، صح كده؟ طيب. يجي يقول لي ايه؟ هنفترض ان احنا عندنا ادي الكروموزوم اللي فيه من جين اللي بايظ. وبعدين الجين اللي بايظ هو ده الجين اللي بايظ، هيتنقل من الاب للابن. لو الجين ده اصلا كان دومينانت. عارف يعني ايه دومينانت؟ يعني سائد. لو الجين ده اصلا عند الاب جين سائد وحصل فيه مشكله. لما يتنقل للابن، الابن يظهر فيه المرض ولا ما يظهرش؟ يظهر. مش الحاجه الدومينانت دي محتاجة صفة تيجي من الأب بس، ولازم تيجي من الأب وتيجي من الأم؟ لازم الجين يجي من الأب والأم، ولا ده هو سائد في واحد يبقى لو جه خلاص؟ فيقول لي إيه؟ أي واحد من دول يتسمى كده أوتوسومال دوميننت أو أوتوسومال ريسيسيف. والإكس لينكد ليه احتمالين، لا إما يبقى إكس لينكد دوميننت لا إما إكس لينكد ريسيسيف. طيب تعال بقى كده اسال وانت تجاوب. لو المرض اللي عندي وصفته لك كده زي بتاع النهارده مثلا، هقول لك الامراض اللي بتيجي في الجلايكوجين دي اوتوسومال ريسيسيف. انت فهمت ايه؟ اول حاجه اوتوسومال يعني ايه؟ يعني الجين اللي فيه مشكله على واحد من ال 22، صح كده؟ المعلومه الثانيه يعني ايه ريسيسيف؟ يعني ما يظهرش في الابن، ما يظهرش في في الدوتر ده الا اذا جاله واحد من الاب بايظ وجاله واحد من الام بايظ، لان هو ريسيسيف ما يبانش اذا كان الاثنين موجودين، صح كده؟ طب لو بتاع الاب سليم وبتاع الام بايظ ما يبانش، يبقى اسمه كارير، صح كده؟ حامل للمرض، عنده جين بايظ بس الجين ده ما ظهرش الصفه عنده، ما ظهرش المرض عنده، ليه؟ لان عشان يظهر الناس الاثنين بايظين، هو عنده واحد بايظ وواحد سليم. اه ممكن ينقل ده لعياله، وعياله بقى بالصدفه لو هو متجوز واحده الجين بتاعها بايظ يظهر عندهم، بس هو يبقى اسمه ايه؟ هو يبقى اسمه كارير. خلاص كده؟ يبقى انا لما اجي اقول لك اوتوسومال ريسيسيف، وبيجيها في الام سي كيو بقى، اوتوسومال ريسيسيف، اقول له اوتوسومال يعني عن 22. ريسيسيف يعني مش هيظهر الديزيز عليه، انت زمان في الوصف كنت مش هيظهر الصفه، هنا بقى مش هيظهر الديزيز الا لو الجين بتاع الاب بايظ ولو الجين بتاع الام بايظ. طيب اما لو قلت لك ديزيز اوتوسومال دوميننت معناها ايه؟ معناها غلطه واحده تظهر المرض. يعني لو خد الجين من الاب بايظ كفايه، يبقى لو لقيت انا الجين في الاب بايظ وهو وصل له حتى لو بتاع الام سليم هو دوميننت اصلا، يعني وجوده يظهر المرض على طول، يا معناه ان هو يظهره. يا معنى كده لو حاله اوتوسومال دوميننت تبقى فيها كارير ولا ما فيهاش؟
ما فيهاش، لان اي واحد عنده ولو واحد بس ولو جين واحد من اب او من ام بيظهر مرض عنده، يبقى مين فيهم اخطر؟ الاوتوزوم الدوميننت ولا السيف؟ وعشان كده الدوميننت دول من رحمه ربنا بينا قليلين جدا. يبقى معظم الامراض اللي احنا هناخدها هتبقى ايه بقى؟ ها؟ اوتوسومال ريسيسيف. عشان كده المرض ما يظهرش عليه الا اذا الاب فيه مشكله والام فيها مشكله. وده ليه قوي ما يحصل؟ عشان كده ايه؟ الجينيتك ديزيز. انا لما اجي اقول لك في الاخر انا عاوزك تحفظ اربع كلمات. اوتوسومال دوميننت، اوتوسومال ريسيسيف. اكس لينكد دوميننت، اكس لينكد ريسيسيف، فاهمهم. اوتوسومال يعني على 22، اكس لينكد يعني على 6 كروموزوم. دوميننت يعني صفه واحده من الاب او من الام تظهر المرض مفيش كارير. ريسيسيف يعني لازم من الاب ومن الام، لو واحد بس يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه كارير بس. يبقى دي كلمتين تعرفوهم في الوراثه لغايه ما ربنا ايه؟ يسهل. اخر حاجه احنا قلناها امبارح او الحصه اللي فاتت كنا بنتكلم في الجلايكو جينوليسيس، واكتب على الجزء ده مهم جدا جدا جدا. اما نيجي نفتكر مع بعض الجلايكو جينوليسيس، يلا بقى صحصح معايا لغايه دلوقتي كنت بتكلم في حاجات مش موجوده عندي. بس عليك نبدا بقى نرجع بقى اللي احنا قلناه في الحصه اللي فاتت. لما كنا بنتكلم كلام سهل بقى، لما كنا بنتكلم في الجلايكوجينوليسيس قلنا ايه؟ قلنا ان احنا عندنا جلايكوجين والجلايكوجين ده عن طريق انزيم مهم قوي اسمه جلايكوجين فوسفوريوليز وبمساعده تو انزيمز كمان واحد اسمه جلوكان ترانسفيريز والتاني اسمه دي برانشنج انزيم. عرفنا في الاخر ان الجلايكوجين ده كله او معظمه يعني عدد الجلوكوز اللي بيطلع من الانزيم ده اهو اسمه جلوكوز 1 فوسفيت. يبقى في الاخر النت ريزلت بتاعه الجلايكوجين ده ماده اسمها جلوكوز 1 فوسفيت. طيب الكلام اللي انا رسمه ده في الجلايكوجين بتاع الليفر ولا في الجلايكوجين بتاع المصل؟ تقول لي في الاثنين بتاع الليفر. يبقى انا لو بشتغل في الليفر اهو هو ده الكلام. طب ولو بشتغل في المصل نفس الكلام برضه. الجلايكوجين ده بمساعده كل الانزيمز اللي انا قلتها في المصل هيتحول لجلوكوز 1 فوسفيت. يبقى سواء في الليفر او في المصل الكلام ده بيحصل. طيب بنفس الميكانيزم اللي انا قلته المره اللي فاتت. طب هو الجلوكوز 1 فوسفيت ده قابل ان هو يتحول لحاجه اسمها جلوكوز 6 فوسفيت؟ والله لان احنا عندنا انزيم ريفيرسبل اسمه ميوتيز. طيب والجلوكوز 1 فوسفيت دوت اللي في البصل ممكن يتحول لحاجه اسمها جلوكوز 6 فوسفيت؟ اقول له اه عشان احنا عندنا ميوتيز. فهيحصل كده ال 1 فوسفيت دوت هيتحول ل 6 فوسفيت. طب هو الجلوكوز 6 فوسفيت ده ممكن اطلع منه فوسفيت ده بانزيم اسمه فوسفاتيز يوم يتحول لجلوكوز؟ اه ممكن ليه؟ عشان عشان والفوسفاتيز ده احنا قلنا موجود في الليفر والكدني بس صح؟ يعني انا لو جيت على الخطوه اللي عملتها هنا كده وقلت الجلوكوز او ما اشطب لك عليها كده اقول لك انت غلطان. دي ما بتحصلش في المصل. ليه؟ اقول له لان المصل ما فيهاش فوسفاتيز. عشان كده احنا واحنا في الجلوكونيوجينيسيس ما هو الفوسفاتيز ده احنا خدناه اخر خطوه في الجلوكونيوجينيسيس فوق واحنا راجعين. قلنا ان الجلوكونيوجينيسيس ما بتحصلش الا في الليفر وفي المصل. يبقى في فرق في تكسير الجلايكوجين ما بين الليفر والمصل. اه في ايه؟ في اخر خط. في الليفر الجلايكوجين ممكن يتحول لجلوكوز عشان كده بينزل في الدم. في المصل اخر برودكت للجلايكوجين ماده اسمها جلوكوز 6 فوسفيت. المصل ما بتعرفش تحوله لجلوكوز، ما عندهاش الميكانيزم ده. عشان كده الجلوكوز 6 فوسفيت ده في المصل يخش في الجلايكوليسيس ينفع، يخش في حاجه اسمها هيكسوز مونو فوسفيت شانت اه لان احنا بدأناها بالماده دي، يخش في حاجه اسمها يورونيك اسيد باسوي احتمال، يرجع تاني يبقى جلايكوجين لو انا مش محتاجه ممكن، بس ينزل في الدم لا لانه اسمه ايه؟ ها جلوكوز 6 فوسفيت مش جلوكوز. عشان كده قلنا ان المصل بخيله قوي. الجلايكوجين بتاعها ليها هي تستخدمها في التصويص بتاعتها هي. بس في الليفر اه لا ده بيكسر الجلايكوجين الجلوكوز ينزله في الدم.
ليه الفرق ده؟ اقول له عشان الانزيم اللي اسمه فوسفاتيز اللي هو موجود في الليبر ومش موجود فين؟ ها؟ ومش موجود في المصل. يبقى اقول لك ايه اول فرق ما بين في الجلايكوجينوليسيس ما بين الليبر وما بين المصل؟ تقول لي ايه؟ تقول لي الفرق اللي انا قايله لك دوت ان الاند برودكت هنا جلوكوز بس الاند برودكت هنا جلوكوز 6 فوسفين. هنا ينزل في الدم هنا يفضل في الباس ويز بتاعه الايه؟ بتاعه المصل نفسها، ماشي كده؟ طيب في فرق ثاني؟ اقول له ايه؟ احنا عندنا من ضمن الانتي انسولين هرمونز واحد اسمه جلوكاجون، صح كده؟ واحد اسمه ايه؟ ادرينالين. تتوقع كده من غير ما اشرح زي ما انا هقول دلوقتي، هما الاثنين دول يعملوا ايه في الجلايكوجينوليسيس؟ يلا بالاسلام اللي احنا كنا واخدينها زمان. الانتي انسولين دول مصلحتهم يشغلوا الجلايكوجينوليسيس ولا يوقفوها؟ يوقفوها. ليه ان شاء الله؟ يشغلوها. هو انا عندي جلايكوجينوليسيس يعني ايه؟ يعني اكسر الجلايكوجين وازود الجلوكوز فين؟ ها؟ في الدم، صح كده؟ في الليبر اهو، ازود الجلوكوز في الدم. وانا الانتي انسولين دول شغلتهم ايه؟ يزودوا الجلوكوز في الدم، عشان كده دول اول ما يظهروا معناها ان انا عاوز الباسوي ده. يقول لك صح، بس ما تنساش، بص الفرق الثاني بقى. الجلوكاجون ده يشتغل على الليفر بس. ملوش علاقه بالمصل، يعني يزود الجلايكوجينوليسيس دي اللي في الليفر، ملوش تاثير على المصل. طب امال الادرينالين؟ اقول له ده وحش ده، يزود الاثنين. يشتغل على الليفر عشان يزود الجلوكوز في الدم، وانتوا عارفين الادرينالين بتاع الايه؟ بتاع الفايت اند سايز، عارفينه؟ اللي هو محتاج المصل باور ومحتاج ان الجلوكوز في المصل يزيد عشان تعرف تجري بقى من الكلب اللي انت كنت خايف منه. يبقى معنى كده ان الادرينالين ده بيشتغل في الليفر يعلي الجلوكوز في الدم عشان لما تجري ما تخشش في هبوط، وبيشتغل في المصل عشان يدي جلوكوز للمصل تعرف تعمل كونتراكشن وتجري كويس. بس الجلوكاجون ده ملوش علاقه بالمصل، يعني بيزود الجلايكوجينوسيس فين؟ ها؟ في الليفر. يبقى اما يقول لي قول لي الفرقين ما بين الجلايكوجينوسيس اللي بتحصل في الليفر وتحصل في المصل، اقول له الفرق الاولاني دي بتطلع جلوكوز، دي بتطلع جلوكوز 6 فوسفين. الفرق الثاني دي يعمل لها ستيميوليشن الجلوكاجون والادرينالين. خلاص كده؟ دي يعمل لها ستيميوليشن مين؟ الادرينالين بس، الجلوكاجون ما بيشتغلش عليها. طيب نيجي بقى ناخد السؤال اللي جه بعد اربع مرات في الامتحان واخرهم كان السنه اللي قبل اللي فاتت على طول. سؤال ب 10 درجات. Long question. Regulation of the glycogen metabolism. ده سؤال جه السنه اللي قبل اللي فاتت على طول، اول سنه كان فيها الامتحان مظبوط عليه. يبقى في اسئله لونج جالهم في الكربوهيدرات، السؤال اللي انا هقوله ده. Regulation of the glycogen metabolism. Regulation of the glycogen metabolism. سؤال مهم جدا وسهل قوي. لما هيجي لنا في الامتحان الاساس اللي احنا هنكتبه هو الايه؟ الرسومات. هو عجايبك عشان تنسى الرسومات دي. والرسومات اللي متكتبه زي في الكتاب زي في اي حاجه. اما يجي يقول لي الجلايكوجين ميتابوليزم معناها ان هو بيقول لي شرح حاجتين. الريجوليشن بتاع الجلايكوجينيسيس والريجوليشن بتاع حاجه اسمها جلايكوجينوليسيس. ماشي كده؟ اول حاجه احنا متفقين عليها من اول السنه ومش هنكسرها، اما يجي لك الجلوكوز لاي حاجه تقوم حاطط له في النص كده حاجه اسمها الكي انزايم اول كده عشان يعرف ان انت فاهم انت بتعمل ايه. انا مش هشتغل على كل الدوشن. مين الكي انزايم هنا؟ جلايكوجين. ما قلت 100 مره سينسيز. مين الكي انزايم هنا اللي احنا هنشتغل عليه؟ جلايكوجين فوس فور يوليز. ده اول حاجه. يبقى جلايكوجين سينسيز وجلايكوجين فوسفوليز. طيب كل اللي عليك في الريجوليشن دي مع انها مهم قوي الشورت تيرم ريجوليشن، سيبك من اللونج بقى لانها اسطمبه خلاص كده مش هقولها خالص هنا ومش مكتوبه عندك. هنتكلم على الشورت تيرم. مين فكرني كده هم الشورت تيرم دول كانوا بيشتغلوا عن طريق اكتيفيشن اور ان اكتيفيشن اوف الانزيم، وكانوا ثلاث حاجات نشيل او نحط منهم. حاجه اسمها ايه؟ انرجي ستيت اوف ذا سيل، اللوست ريجوليشن. هنا مش هنتكلم عن انرجي برضه لان احنا بنخزن الجلوكوز مفيش حاجه في الطاقه. يبقى فاضل لي كام عنوان؟ هناخدهم. العنوان الاولاني كوفيلنت موديفيكيشن، وده المهم جدا 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 اللي فيه رسمه اللي انتم المفروض حافظينها. المفروض مش هو كلام جديد قوي يعني. والعنوان الثاني احنا بنتكلم في الشورت دي حاجه اسمها ايه؟ الوستيك ريجوليشن عشان ما تنساهاش. يبقى انا هتكلم في الاثنين دول والانرجي ستيت مالهاش علاقه هنا بالانرجي. يبقى احنا في الريجوليشن ده هنتكلم على الشورت تيرم بس، وهنتكلم في الكوفيلنت وفي الالوستيك. يلا فكروني انتوا بقى، مش هقول حاجه.
هو انا لو اشتغلت كوفيلنت على الجلايكوجين سينثيز ده هقول ايه؟ ها؟ هقول الانزيم موجود ان تو فورمز. اكيد ده؟ والله ما بقى حاجه خالص. واحده عليها فوسفيت والعلاف فوسفيت دي تبقى مغطيه يعني ايه اكل. والشكل الثاني ما عليهوش فوسفيت وده بيبقى ايه؟ اكل. مين اللي انا بتكلم عليه دوت؟ ده مين؟ الانزيم الكي انزيم اللي هو اسمه ايه؟ جلايكوجين سينثيز. فانا هكتبه هنا عشان ابقى عارف جلايكوجين سينثيز. جلايكوجين سينثيز اللي مذاكر هيحس ان هو بيراجع ما بيقولش حاجه جديده. يبقى انا عندي كوفيلنت موديفيكيشن. ايه كوفيلنت موديفيكيشن؟ اسطبه. الانزيم ده ادام بيشتغل بالطريقه دي هيبقى ليه تو فورم زي القلم كده. اغطيه بالفوسفيت يبقى ايه الاكل. اشيل منه الفوسفيت يبقى اكل. طب يلا مين شاطر بقى؟ ازاي نشيل الفوسفيت؟ الفوسفاتيز. تمام بانزيم اسمه فوسفاتيز. والفوسفاتيز ده في كل المنهج مين اللي بيعمله اكتيفيشن؟ الانسولين. انا قلت الكالسيوم هناك بس هنا بقى اللي في كل المنهج ماشي معانا مين؟ الانسولين. اهو يبقى الانسولين بيعمل له ستيميوليشن. كل ده احنا قلناه قبل كده. طيب اما انا عاوز احوله من اكتف لان اكتف يعني عاوز اضيف فوسفيت مين اللي يشتغل؟ ها تمام يشتغل حاجه اسمها ايه؟ اقول له يشتغل انزيم اسمه كاينيز. ركز بقى معايا عشان كل الاضافه في الكاينيز ده. الكاينيز ده اشتغل على مين؟ عمل فوسفوريشن لمين؟ الجلايكوجين سينثيز. ده كربوهيدرات ولا ليبيد ولا بروتين؟ هو نفسه كانزيم. بروتين. احنا قلنا السنه اللي فاتت كل الانزيمز اللي بتساوي بروتين فبيسموا الكاينيز ده بروتين كاينيز. مفيش مشكله والله سهل. ليه؟ لانه بيشتغل على بروتين. البروتين ده هنا اسمه الانزيم اللي هو الجلايكوجين سينثيز. فبيسموا ده اسمه ايه؟ ها؟ بيسموه بروتين كاينيز. بس لو حاجه كمان مهمه ايه؟ لو ان الانزيم ده هو عشان يشتغل انا كنت بقول لكم مين اللي بيشغله؟ الانتي انسولين. ما هو ده اللي بيشغله الانسولين وده الانتي انسولين. ده عشان يشتغل محتاج ماده مهمه قوي اسمها سايكليك اي ام بي. ما يشتغلش من غيرها. اسمها ايه بقى؟ هناخدها كتير قوي السنه دي. سايكليك اي ام بي ما يشتغلش من غيرها. فسموا الانزيم كده سايكليك اي ام بي ديبندنت يعني معتمد عليه البروتين كاينيز. يبقى البروتين كاينيز ده اهو الكاينيز ده اهو ما يشتغلش الا في وجود السايكليك اي ام بي. فاسمه المشهور المهم قوي اسمه ايه؟ سايكليك اي ام بي ديبندنت بروتين كاينيز. ادي الانزيم يعني هو في الاول وفي الاخر كاينيز بس ايه بنوصفه يعني بنقول ان هو كاينيز بيشتغل على البروتين وما يشتغلش الا في وجود السايكل كي ام بي. طيب فتسمى سايكل كي ام بي ديبندنت بروتين كاينيز. بما ان انا حطيته كده وهو اشتغل يبقى المنظر اللي قدامك ده المربع ده اهو الاكتف ولا الان اكتف فورم؟ الاكتف لانه اشتغل صح كده؟ يبقى انا هكتب فوقه كده اكتف. ليه اكتف يا عم؟ اقول لك لانه اشتغل مش هو ده حطه عشان حول ده يعني ضاف فوسفيتا يبقى هو اشتغل يبقى ده الاكتف. يبقى في شكل تاني بيبقى ان اكتف. يبقى انا هكتب نفس الكلمه بس هكتب فيها ان اكتف اهو. يبقى هكتب سايكل اي ام بي ديبندنت مش عاوزك تزهق بروتين كاينيز هو نفس الكلام بالظبط اهو بس اهو كده فوق كده ان اكتف. طب يلا حوله لي بقى من الان اكتف للاكتف فورم. حوله عاوز ايه عشان يتحول من ان اكتف لاكتف؟ اسمه ايه؟ ديبند عشان احوله من ان اكتف لاكتف يبقى انا عاوز مين؟ شكرا يبقى انا عاوز السايكليك ان بي تبقى موجوده هنا اهو. يبقى انا هقوم جايبه على السهم كده هو اسمه كده اصلا اسمه سايكليك ان بي ديبندنت. هقوم انا منزل سهم كده واقول له اللي يحوله من ان اكتف لاكتف اللي يشغله السايكليك ان بي لان هو اساسا اسمه سايكليك ان بي ديبندنت ما يشتغلش الا في وجود السايكليك ان بي. فاقول خلاص السايكليك ان بي ده هو اللي يحوله من الان اكتف فورم للاكتف فورم مفيهاش مشكله خالص. يتبقى السؤال هو سايكل الام بي ده بيجي منين؟ اقول له بيجي من الاي تي بي. السايكل الام بي ده بيجي من الاي تي بي. بيجي من الاي تي بي عن طريق انزيم اسمه ايه؟ اقول له عن طريق انزيم اسمه ادينايل ادينايل سايكليز. في ناس يسموها ادينيليت سايكليز دي صح. ادينايل سايكليز ادينايل عشان ادينوزين يعني اسمه ادينوزين تراي فوسفيت عمل له سايكل يبقى اسمه سايكل اي ام بي فيسموه كده ادينايل سايكليز.
يبقى الانزيم اللي بيحول اي تي بي لسايكل جيم بي اسمه ادينايل سايكليز. ماشي. يقول لك بقى الادينايل سايكليز ده بيشتغل عليه الانفينس يعمل له ستيمولي. سبحان الله. يبقى الانتي انسولين دول الرسمه دي انا خدها بتاع 7 8 مرات سريه هي نفس الاسطمبه دي بالظبط هي بتتشرح من تحت لفوق لما تيجي تديها تبقى ايه من فوق لتحت. بص بقى معايا انتي انسولين بيشتغل على مين؟ ها زي ما قلت لك الانسولين بيشتغل على فوسفاتيز ده سهل ده الانتي انسولين بيعملوا اكتيفيشن لمين؟ ادفانس سايكليز. ركز معايا يوم الادفانس سايكليز محول اي تي بي سايكل جي ام بي يوم سايكل جي ام بي محول الان اكتف سايكل جي ام بي ديبندنت بروتين كاينيز اكتف يوم الاكتف سايكل الام بي بروتين كاينيز ده يحول الجلايكوجين سينثيز ده من ان اكتف لاكتف يحط الفوسفين. طيب بصوا يا معايا هو انا لو سالتك بعيد عن الرسمه دي الانسولين انت هتعمل كده في الامتحان عشان تتاكد ده صح الانسولين يعمل ايه في الجلايكوجينيسيس اللي انا بشرحها ده المفروض انت كده تخيل الانسولين مصلحته ان انا اخد الجلوكوز اخزنه ولا اكسر الجلوكوز وارميه في الدم؟ اخد الجلوكوز اخزنه يبقى بيعمل استيميوليشن الجلايكو جين ما لهاش علاقه بالطب دي لا علاقه انت فاهم بس الجلايك الانسولين عاوز يقلل الجلوكوز اللي في الدم ياخده يخزنه في الليفر وفي المصل يبقى مصلحه الانسولين ان هو ينشط التصوير اللي قدامي ده مصلحه الانسولين ان هو يزود الجلايكوجينس مظبوط. طب والانتي انسولين ده شغلتهم يعلوا الجلوكوز في الدم يبقى من مصلحتهم يسيبوه في الدم ما ياخدوهوش يخزنوه يبقى من مصلحه دول ان هم يعملوا انهبيشن للجلايكوجينس. يا رب اللي مش فاهم يفهم. طبيعي الانسولين هيقلل الجلوكوز اللي في الدم يبقى ياخده يخزنه يبقى يزود الجلايكوجينس. الانتي انسولين عاوز الجلوكوز يعلى في الدم يسيبه وما يخزنوش. طب تعالى نراجع نشوف هل الكلمتين اللي انا كاتبهم دول فعلا كده ولا لا؟ يلا قول لي كده. هو الانسولين لما ينشط الفوسفاتيز ايه اللي يحصل؟ ركز بقى عشان تحفظ ايه اللي يحصل؟ يحول الانزيم من ايه؟ من اكتف لاكتف. هو الانزيم ده لما يبقى اكتف يحصل ايه؟ استيميوليشن. يبقى صح كده يبقى الانسولين فعلا بينشط الجلايكوجينيسيس لان هو هنا انا رسمته بيشتغل على الفوسفاتيز يقوم ينشط الانزيم اللي اسمه جلايكوجينيسيس يخزن الجلايكوجين. طب تعالى نشوف العكس يلا. الانتي انسولين لو اشتغل على الادماس سايكليز يحول الاي تي بي سايكل جي ام بي. طب السايكل جي ام بي لو نزل هنا يحول الان اكتف لاكتف. طب الاكتف كاينيز ده لو اشتغل يعمل ايه؟ يحول الانزيم اللي بيخزن من اكتف لايه؟ لان اكتف يقوم يحصل ايه؟ انهبيشن. يبقى صح اللي انا كاتبهم صح. يبقى انا في الاخر بعد ما اشوف الرسمه اكتب الكلمتين دول تحتها كده الانسولين عمل استيميوليشن للجلايكوجينيسيس والانتي انسولين عمل العكس. طب نيجي بقى على الخطوه الثانيه. نيجي على الرسمه الثانيه هي اخر حاجه. بص معايا هنعمل ريجوليشن لمين بقى؟ يقول لي للجلايكوجينوليسيس بنفس الطريقه. بص كده ادي الانزيم خلي بالك انا هرسم ازاي عشان تترسم زيي او تراجع عنك لان الرسمتين زي بعض. يلا عشان نخلص الانزيم هنا بقى الكي انزيم هنا اسمه ايه؟ اقوله هكتبه اهو اسمه جلايكوجين فوسفوريوليز. جلايكوجين فوسفوريوليز انا كاتبه فوق بعضه شايف فين؟ هنا بعيد اهو مش قصاد بعض عشان الرسمه دي غير دي هما نفس الفكره بس مختلفين. بص بقى هنا هتكتب على الرسمه دي بالبونت العريض ده ذا اونلي اكسبشن عشان كل شويه كل حصه هقول لك الكلمه دي هقول لك قول لي فكرني كده مين قول لي اكسبشن ان الكربوهيدرات اهو ذا اونلي اكسبشن في شابتر الكربوهيدرات الانزيم الوحيد في شابتر الكربوهيدرات اللي هتيجي في الكوفيلنت الموديفيكيشن بتاعه تعكسه تقول لي ايه؟ تقول لي يا دكتور لو عليه فوسفيت يبقى اكتف الوحيد في الكربوهيدرات هتقول فيه كده انا كل الانزيم زي القلم ده اهو لو شلت منها الفوسفيت تبقى ان اكتف لو حطيت لها الفوسفيت تبقى ايه؟ تبقى او اسف تبقى اكتف حطيت الفوسفيت غطيتها تبقى ان اكتف الوحيد اللي لما يبقى معاه الفوسفيت يبقى اكتف وما معهوش يبقى ان اكتف. حد يعرف ليه؟ لان هو اصلا شغلته في الفوسفيت يعني هو عشان يشتغل بياخد الفوسفيت يضيفه على ايه؟ ها؟ على الجلوكوز في الكربون رقم واحد يبقى معنى كده ان وجود الفوسفيت مهم جدا لشغله. يبقى الوحيد اللي لما يبقى معاه الفوسفيت ما تلخبطش دي اسمه كده اسمه فوسفوريوليز لما يبقى معاه الفوسفيت يشتغل ما معهوش ما يشتغلش. كمل بقى بقيه الرسمه زي ما هي. هو مين اللي يشيل الفوسفيت؟ ها اسمه ايه؟ فوسفاتيز. نفس الكلام بقى خلاص يعني احنا الصبوره نفسها حفظت
مين اللي يشيل فوسفات؟ اقول له فوسفاتيز. هو مين في المنهج كله بيشتغل على فوسفاتيز؟ اقول له الانسولين. يبقى الانسولين هيعمل اكتيفيشن للفوسفاتيز. طيب ومين اللي يضيف الفوسفات؟ كاينيز. اقول له كاينيز. اللي يضيف الفوسفات كاينيز. خلي بالك الكاينيز اللي هنا اللي كان بيعمل الخطوه دي اسمه ايه؟ سايكل اجين ديبندنت بروتيكاينيز. هنا لا هنا باسم الانزيم سموه اسم الانزيم سموه كده فوسفوليوليز كاينيز. قال لك ده الكاينيز بتاع الفوسفوليوليز. فوسفوليوليز كاينيز. فوسفوليوليز فوسفوليوليز كاينيز. يبقى اللي هنا اسمه ايه؟ فوسفوليوليز كاينيز. سؤال بص الفوسفوليوليز كاينيز ده زيه زي اللي بيشتغل عليه بالظبط. يعني ايه؟ اقول له يعني لو عليه فوسفيت ما غلطش لو عليه فوسفيت خلاص كده يبقى اكتف ويبقى اكيد في شكل تاني ما عليهوش فوسفيت اهو. اهم حاجه ما تكرهنيش انا اكبر من فوسفوليوليز كاينيز. خليك معايا. فوسفوليوليز كاينيز ما عليهوش فوسفيت اهو يبقى ايه؟ اقول له يبقى ايه اكتف زيه زي حبيبه اللي اشتغل عليه ده. خلاص يبقى انا دلوقتي اللي رجع ده كده اللي حط عليه الفوسفين مش ايه بقى مش سايكل تي ام بي لا واحد تاني اسمه فوسفوليوليز كاينيز وده هو زي ده بالظبط. يبقى الرسمه دي ايه اكسبشن واحد زي ما ده الاكتف فورم بتاعه اللي عليه الفوسفين اللي بينشطه هو برضه الاكتف فورم اللي فيه فوسفين يبقى ده ايه. طيب نكمل مين اللي يشيل الفوسفين؟ فوسفاتيز. يلا اهو ما احنا مش هنخط فوسفاتيز تاني واحد تاني فوسفاتيز ما تنساش ما تقوليش انا كتبناها مره يا دكتور. ومين اللي بيشغل فوسفاتيز؟ الانسولين. انسولين هو اللي بينشط الفوسفاتيز ده. طيب جميل امال مين اللي يضيف الفوسفات؟ كاينيز. كاينيز اللي يضيف الفوسفات ده على الانزيم التاني مين؟ يقول الكاينيز. اهو الكاينيز ده بقى اسمه سايكل تي ام بي ديبندنت بروتيكاينيز لو اشتغل هنا بقى زي اخوه ده يبقى هنا اسمه كده سايكليك اي ام بي ديبندنت بروتين كاينيز. طيب السؤال المنظر ده كده ده الاكتف ولا ايه الاكتف؟ اقول له لا ده الاكتف لانه اشتغل خلاص يبقى ده اكتف. يبقى في شكل تاني ايه؟ الاكتف. الله اكبر مش فارق. يبقى في شكل تاني الاكتف. معلش سايكليك اي ام بي ديبندنت هي طبيعة التربية والله مش عارف. يعني ايه؟ احنا كلنا متربيين على ايه؟ انجز خلص يعني فاهم؟ هم هناك في اوروبا دول متقدمة معاهمش كده خالص عنده ايه؟ ستيب باي ستيب بيت باي بيت هو كده خلاص؟ انتوا قعدتوا تاخدوا بيت باي بيت وما تفوتوش المظلومين. الاكتف وايه؟ واكتف ها؟ عشان يتحول من الاكتف لاكتف محتاج نفس الكلام بقى سايكليك اي ام بي. طيب السايكليك اي ام بي بيجي منين؟ بيجي من الاي تي بي عن طريق انزيم اسمه أدينايل سايكليز. تفرح اول ما تشوف الكلمه دي. الأدينايل سايكليز دوت مين اللي بيشتغل عليه يعمل له ستيميوليشن؟ الانسولين. الحمد لله. يبقى ملخص الموضوع ايه الفرق ما بين الرسمتين؟ اول فرق ان الرسمه دي اكسبشن يعني لما احط الفوسفات يبقى اكتف لما احط الفوسفات يبقى اكتف دي اول حاجه. الفرق الثاني اقول له ان الرسمه دي زايده انزيم يعني انا ايه البروتين كاينيز ده اهو كان بيشتغل على الكي انزيم على طول هنا بس اللي حصل هنا ايه ان الكي انزيم اشتغل عليه انزيم الاول اسمه فوسفوليز كاينيز والكاينيز ده اهو هو اللي اشتغل عليه الكي الايه السايكل كي بي يبقى انا هنا زايد واحده زايد انزيم. طيب يبقى انا لو سالتك من غير الرسمه خالص الانسولين يعمل ايه؟ سيبك من الرسمه خلاص انت فكر كده مع نفسك وقول لي الانسولين ده عشان يعمل شغلانته صح ينشط الجلايكوجينوليسيز ولا يوقفها؟ اقول له الانسولين مش عاوز الجلوكوز في الدم عاوز الجلوكوز يقل والجلايكوجينوليسيز دي بتكسر الجلوكوز وتنزله في الدم يبقى لازم يوقفها. يبقى انا المفروض من تفكيري كده اقول الانسولين بيوقف الباسوي ده. طيب والانتي انسولين اقول له ده شغلتهم يقطعوا الجلوكوز في الدم يعني يكسروا الجلايكوجين ويرموه في الدم يبقى المفروض هم يشتغلوا على التكسير ده هم اللي يكسروا. وارجع راجع بقى شوف انت جسد صح ولا غلط. تعال شوف الانسولين بيوقف ولا لا. ادي الانسولين اهو لو نشط الفوسفاتيز يعمل ايه؟ يحول الانزيم من اكتف
لان اكتف يوقف التصوير صح. ادي الانسولين اهو لو اشتغل على الفوسفاتيز يعمل ايه؟ ها يحول الكاينيز ده من اكتف لايه؟ لاكتف. والاكتف ده هو اللي بيعمل اكتيفيشن. يعني كده الانزيم ده هيفضل ان اكتف خلاص. تعال على اللي بعده الانتي انسولين المفروض يزود التصوير. امشي معايا كده. الانتي انسولين بيشتغلوا على ادينايل سايكلين. يوم الاي تي بي يتحول سايكليك ام بي. يوم السايكليك ام بي يحول الاكتف لايه؟ اكتف. الاكتف ده يحول الان اكتف لاكتف. الاكتف ده يحول الان اكتف لاكتف. يعني انا في الاخر وصلت الاكتف مين؟ جلايكوجين فوسفو يوريز. فاهم القصه دي؟ يلا قوم تكبر.